الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر نايل. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بكم وبمشاهدي قناة الراشدين الفضل. كيف تصفون مشاهد الفيضانات في شوارع بغداد وباقي المحافظات بعد سقوط زخات قليلة من الأمطار؟ من المؤكد هذه حقيقة نتيجة لحكم ل15 عاما لأحداث قاتلة سياسية حكمت العراق بوصاية المحتل وبتنفيذ رغبات خارجية. هذه حقيقة نتيجة لفسادهم الإداري والمالي، لأن ميزانيات العراق تبني دول وليس إعادة بنى تحتية أو تطويرها، بالتالي هم حقيقة لم يحافظوا على أصل البنى التحتية الموجودة في العراق. نعم. على هذا الأساس حقيقة ما حدث من فيضانات كارثية تؤكد على أن الخاسر الأكبر هو الشعب العراقي، وهكذا هو ضحية لسياسات كانت يعني خطيرة اتخذت في العراق. هذه السياسات حقيقة من شأنها أنها دمرت البنى التحتية، وما نشاهده من غرق ومن حدوث حقيقة خسائر فادحة للأموال الخاصة بالعراق. في هذا السياق بحديثكم عن هذه الخسائر، يتساءل الكثيرون من يتحمل تعطل مصالح الناس نتيجة توقف الكثير من الطرق في بغداد مثلا، وكذلك الخسائر في الأموال والأرواح، الخسائر البشرية التي شاهدناها، من يتحمل هذه المسؤولية؟ قانونيا وشرعا وعرفا فإن الحكومة تتحمل كافة هذه التبعات، وينبغي عليها حقيقة لو كان هناك قضاء عادلا لألزمها بالتعويض المباشر لكل المواطنين المتضررين الذين زهقت أرواحهم أو الذين حقيقة أتلفت ممتلكاتهم من السيارات أو المنازل أو ممن تضررت مصالحهم. الحكومة ملزمة بتعويض مالي واضح لكل هؤلاء المتضررين الذين تضرروا، لأن الضرر الذي نتج عن فقدانهم لأموالهم أو أرواحهم هو بسبب هذه الحكومة التي ما استطاعت خلال 15 عاما أن تطور البنى التحتية الموجودة أصلا في بغداد، بل ساهمت في أن تكون هذه البنى التحتية منتهية بالكامل عندما أهملتها وعندما جعلتها حقيقة منطقة لمكب النفايات وما إلى ذلك، مما تسبب في امتداد مجاري الصرف الصحي في كل دول العالم. العالم عندما تسقط الأمطار يستفرح هذه الحكومات والدول من أجل أن يكون لديها خزين مائي، إلا في العراق لأن الأمطار حقيقة بسبب الحكومة وإهمالها حقيقة تكون ضررا على المواطنين وليس في مجال النفع. في ظل غضب الأهالي جراء هذا الفشل في إدارة الملفات الخدمية في مدنهم أو في المدن تحديدا التي سقطت فيها الأمطار، إلى أي مدى يمكن أن تجد هذه المطالب، مطالب الأهالي، أذانا صاغية لتلبيتها على الأقل من قبل الحكومة الجديدة؟ لن تجد أي أذانا صاغية، لأن هؤلاء هم أنفسهم من كان موجودا وكانوا يمتلكون مبالغ ماليه ضخمه عبر بيع النفط العراقي الذي هو ملك الشعب، ولم يقدموا شيئا، فكيف اليوم الحكومه الجديده التي هي نتاج لتلك الحكومات المتعاقبه الفاسده وهو تدوير لتلك الوجوه التي حقيقه متهمه بالفساد، كيف لها ان تكون هي من يصلح ما افسدته احزابهم وما افسدوه هم انفسهم الذين سيحكمون بالحكومة الجديدة، فيما أن المال العراقي لا زال ضائعا بين الفساد وما بين الانهيارات الاقتصادية، وهؤلاء حقيقة لن يستطيعوا أن يقدموا شيئا، وبالتالي لن يستجيبوا ولن يفكروا في الاستجابة أصلا بمطالب المواطنين، لأنهم سيفكرون في كيفية وصول أموال لهم من أجل سرقتها وتهريبها إلى الخارج ومن أجل شراء البضائع الإيرانية التي من شأنها تعد الاقتصاد الإيراني، وهو ينتظر العقوبات القادمة عليه في الشهر القادم. نعم. الحديث عن الخسائر البشرية، وردت أنباء عن وفاة نازح ووفاة طفلين أيضا جراء إصابتهم بالتيار الكهربائي والعواصف الرعدية التي حدثت في الفلوجة. 5 أشخاص أيضا أصيبوا في الكوت من عائلة واحدة. في ظل هذه الحصيلة، كيف تتوقع أن تتعامل الحكومة مع مثل هذه الخسائر البشرية بعيدا عن الجانب الخدمي؟
الحكومة في كل المواضيع هي تنتهك حقوق الإنسان، وبالتالي لا يمكن لمنتهك لحقوق الإنسان أن يعالج القضايا الإنسانية وأن يكون لديه جرأة في أن يكون أو أن يوصف أنه إنساني، وبالتالي الإهمال هو سيد الموقف لهذه الضحايا لهؤلاء الضحايا، وإلا فإنهم ملزمون بتقديم التعويضات لأنهم هم المتسببون في كلتا الحالتين. هذا النازح حقيقة لو كان في بيته لما حدث له ربما هذا الشيء، لأن هؤلاء يعيشون في خيم ومعرضون هم وأطفالهم لهذه الصواعق وأيضا للبرد. يعني هناك أيضا حالات مرضية نقلت إلى المستشفيات، ولا زالت هناك حالات مرضية في مخيمات النزوع سواء في مخيم العامرية أو الخالدية أو الحطانية أو مخيمات الموصل. إذا القضية هي الحكومة من انتهكت حقوق الإنسان ومن انتهكت حقوقهم بعدم السماح لهم بالرجوع إلى منازلهم أو تعويضهم، وكذلك الذين ماتوا في الكوت وغيرها. فبالتالي الحكومة فاقدة لإنسانيتها، فاقدة للإجراءات الإنسانية، فلا يمكن لفاقد الإنسانية أن يبحث عن الإنسان العراقي الذي يتضرر جراء أو نتيجة حكمه أو نتيجة سياساته الخاطئة التي تصيب المواطن العراقي، فهؤلاء سيكون مصيرهم الإهمال بالتأكيد. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر نايل، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.